قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا ولازلنا عن قصة موسى عليه السلام. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن الله عز وجل نجاه مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم في البحر، ورأى بنو إسرائيل ذلك. أول ما تجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدون صنما على شكل عجل، فقالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، للتو نجاكم الله والآن تريدون إلها آخر؟ قال: إنكم قوم تجهلون. أي جهل هذا الذي أنتم فيه؟ ذهب موسى عليه السلام وهو في طريقه في صحراء سيناء مع بني إسرائيل، ذهب في ميعاد مع ربه عز وجل ليكلم الله عز وجل، إنه موعد بينه وبين الله. وخلف على قومه على بني إسرائيل هارون عليه السلام أخوه، وكان قد صام شهرا كاملا، قيل هو ذي القعدة، قبل أن يلقى ربه. ثم أتمها الله عز وجل وقال له: صم أيضا 10 أيام. فجاءه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ذهب ليكلم الله عز وجل عند ذلك الجبل، وأعطاه الله عز وجل ألواحا وكتب فيها التوراة، وكلم الله وأعطاه الوصايا والحكم والعبر والأحكام. وبعد أن كلمه الرب عز وجل، اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه. كل من سمعت صوته تشتهي أن تراه. قال موسى عليه السلام: يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل: يا موسى، في الدنيا لن يراني أحد، لكن أهل الإيمان في الجنة يروني. قال: ربي، اشتهيت النظر إليك. قال: يا موسى، انظر لهذا الجبل. وكان عند موسى جبل عظيم. قال: سوف أتجلى شيئا يسيرا لهذا الجبل، إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. فتجلى الله عز وجل شيئا يسيرا للجبل، فاهتز الجبل ودك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا المنظر صعق، ثم أفاق فقال: سبحانك تبت إليك. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا بالجبل لما تجلى الله عز وجل له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول من أسلم وآمن بك يا رب. ثم سأله الرب عز وجل: لما تركت قومك من ورائك يا موسى؟ قال: ربي، إنهم على إثري واستعجلت وعجلت إليك ربي لترضى. قال: يا موسى، قد فتن قومك فارجع إليهم. رجع موسى بيده الألواح إلى قومه ينظر ما الذي حصل، فإذا به يرى بعض قومه يعبدون عجلا من دون الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه السامري خدعهم وضحك عليهم، وجمع ذهبهم الذي أخذوه من قوم فرعون وصنع منه عجلا، وأمرهم أن يعبدوه من دون الله.
وكان هذا العجل يدخل الهواء فيه ويخرج فيظهر صوتا كصوت البقر، فقالوا هذا رب، حتى قال بعضهم هذا إله موسى فنسي، نسي موسى ذهب يكلم ربه وربه موجود عندنا. انظروا للجهل والغباء. رآهم موسى يعبدون العجلة ويرقصون حوله ويغنون، فرمى الألواح غضبا. ثم جاء إلى أخيه هارون قال يا قوم ماذا فعلتم، ماذا صنعتم، لما فعلتم هذا، أعجلتم أمر ربكم؟ فألقى الألواح ومسك بلحية هارون وجرها وقال يا هارون ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشيت يا موسى أن آمرهم وأنهاهم فيفترق بنو إسرائيل، وربما يحدث أمرا، يحدث شيء بعد هذا تلومني يا موسى. قال يا قوم لما صنعتم هذا، لما فعلتم هذا، من الذي خدعكم وجعلكم تعبدون العجل من دون الله؟ فقيل لموسى عليه السلام إنه رجل. من هو؟ قالوا إنه رجل اسمه السامري. أين هو؟ فنادوا السامري لموسى عليه السلام، قالوا تعال يا رجل إن موسى يريدك. فناداه موسى وكلمه وقال له لما صنعت هذا يا سامري؟ قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. لما صنعت هذا يا سامري؟ لما فعلت هذا؟ قال لما أهلك الله عز وجل فرعون رأيت جبريل راكبا على فرس، فأخذت شيئا من آثار فرسه ثم نبثتها على شيء شكلناه على صورة عجل ابن البقر، وكانوا قد أخذوا شيئا من ذهب قوم فرعون أو زار القوم، فصنعنا منه عجلا كالذي رأيناه يعبد من دون الله، ثم نبثت على هذا العجل آثار الرسول وهو جبريل عليه السلام، فإذا به يصدر صوتا، وزعمت للناس أنه إلهكم من دون الله. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فإذا بالعقوبة تنزل على السامري، قال له يا سامري ستعيش في هذه الدنيا لا تمس أحدا ولا يمسك أحد من الناس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. أما الموعد الحقيقي لعقوبتك يا سامري فهو عند الله، وإن لك موعدا لن تخلفه. وهذا العجل الذي عبد من دون الله الآن سنحرقه ثم نذريه في اليم في البحر لترى آثار صنيعك يا سامري. وانظر إلى إلهك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله. إلهكم ومعبودكم الحقيقي هو الله عز وجل. طرد السامري ومنع أن يمسه أحد أو يمس أحدا، ثم رجع موسى عليه السلام وأخذ الألواح التي ألقاها، ثم قال لبني إسرائيل عقوبة من عبد العجل أن يقتل، أن يذبح. بنو إسرائيل تقتل أنفسها، أي تقتل بني إسرائيل، وكانوا ألوفا الذين عبدوا العجل. قال لهم موسى يا قوم إن الله عز وجل يريد منكم أن تتوبوا، وتوبتكم هي الذبح، فتوبوا إلى بارئكم
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأصبح الصباح وبيد الذين لم يعبدوا العجل السيوف وإذا بهم يحصدون آلاف من البشر في يوم واحد الذين عبدوا العجل. أما البقية الذين رأوا وسكتوا اختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا أخذ 70 وكانوا خيار الناس وكانوا أصلح الناس وكانوا أعبد الناس. قال تعالوا معي إلى عندي جبل نعبد الله جل وعلا ونستغفره عل الله عز وجل أن يتوب علينا. ذهب موسى عليه السلام معهم إلى جبل وإذا بموسى يغمى عليهم ما يراه الناس يكلم ربه عز وجل والسبعين من العباد يستغفرون الله ويدعون الله ويستغيثون به جل وعلا حتى يتوب الله عز وجل عليهم. بعد أن كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم خرج إليهم إذا بهم يطلبون طلبا آخر. ما قصة بني إسرائيل؟ كل ما تاب الله عز وجل عليهم يعودون فيذنبون ذنبا عظيما وإثما كبيرا. تعرفون ماذا طلبوا الآن؟ 70 عابدا 70 تقيا يطلبون من ربهم أمرا عجيبا. يطلبون من موسى يقولون له يا موسى لن نؤمن لك إلا بشرط واحد، بعد كل هذا الذي سمعتموه وقرأتموه والآيات البينات التي رأيتموها ما طلبكم؟ قالوا نريد أن نرى الله عز وجل وإلا لن نؤمن به. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فإذا 70 تأخذهم رجفة من الأرض وصاعقة فيهلكون جميعا هلك 70 كلهم. فدعا الله موسى، دعا الله أن يبعثوا مرة أخرى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هكذا بنو إسرائيل من آية إلى أخرى، من معجزة إلى أخرى، من علامة باهرة، ثم بعد هذا يكفرون مرة أخرى. كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل؟ رجع موسى مع 70 رجلا مرة أخرى إلى بني إسرائيل ومع الآيات التي يستمر بها موسى عليه السلام مع قومه في بني إسرائيل. توجه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قاطعا صحراء سيناء متوجها إلى بيت المقدس، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المباركة. فلما وصل إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل قال لهم ادخلوا هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لكم ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وهم على مشارف بيت المقدس؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا تكلم من؟ يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون، ذكر قومهم بالله عز وجل وبتقوى الله وبالسمع والطاعة، فردوا بكل وقاحة على موسى عليه السلام. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. قلة أدب مع موسى. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى خائفا من ربه ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم. حرم الله عليهم بيت المقدس 40 سنة حتى يأتي جيل آخر
أربعين سنة يتيهون في الأرض، سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها. كلما ساروا مسافة أيام رجعوا مرة أخرى إلى نفس المكان، تيح لمدة 40 سنة، ثم بعد هذا أحلها لهم مرة أخرى. في هذا التيح وفي هذه الصحراء حدثت أمور كثيرة ذكر الله عز وجل بعضها. أنعم الله عليهم مع أنها صحراء بطعام اسمه المن، طعام حلو جميل يصنعون منه خبزهم، والسلوى، طير يأتي إليهم في كل وقت بكل سهولة فيأكلون منه ما شاءوا. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بل حتى الماء كان موسى عليه السلام بالعصا يضرب بعصاه حجر فينبع منه 12 عينا، لكل سبط من أبناء يعقوب عين مخصص يأكلون ويشربون. مع هذا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جادلوا موسى في كل شيء 40 سنة، ويصبر عليهم موسى عليه السلام ويتحملهم ويتحمل أذاهم. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني في التيه في صحراء سيناء، كان هناك رجل غني وجدوه في الصباح مقتولا، بحثوا عن القاتل فلم يجدوه، ذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى ادع ربك يخبرك من الذي قتل هذا الرجل. فدعا الله عز وجل فجاءهم موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة كانت؟ قالوا أتتخذنا هزوا، نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة، أهذه سخرية؟ أهذه مزحة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما اقتنعوا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اذبحوا أي بقرة، لكن جدال وعناد وسؤال بغير داع. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون. شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذبحوا أي بقرة بهذه الصفات. جاءوا المرة الثالثة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لم يتشابه البقر عليهم، لكنه العناد، لكنه الكبر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ما فيها علامة. قالوا الآن جئت بالحق. وجدوها عند يتيم طلب منهم وزنها ذهبا فأعطوه وذبحوا البقرة. قال خذوا شيئا من عظامها فاضربوا به هذا الرجل، فضربوا الميت فقام من فوره وأشار إلى قاتله إنه ابن أخيه. كذلك يحيي الله الموتى. حوادث كثيرة حصلت في ذلك التيه في 40 سنة حتى اقتربت وفاة موسى عليه السلام. مات قبلها أخوه هارون ثم اقتربت وفاته، فدعا الله عز وجل أن يميته بالقرب من بيت المقدس، وفعلا أماته الله عز وجل رمية بحجر من بيت المقدس ودفن هناك. حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لو شئت لأريتكم مكانه على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في صحراء حمراء، عند الكثيب الأحمر هناك دفن موسى عليه السلام وانتهت صفحة نبي من الأنبياء. في هذا التيح حدثت حادثة لموسى عليه السلام مع رجل اسمه الخضر، سنفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة مع الخضر. وتوفي موسى ودفن عند بني إسرائيل ولم ينتهي التيه بعد. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل أنبياء ورسل، قدر بعضهم عددهم بالألوف، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بل إن الله عز وجل جعل في بني إسرائيل آيات
وحوادث غريبة عجيبة. من تلك الحوادث أن قرية من قرى بني إسرائيل كان عددها بالألوف، أنزل الله عز وجل عليهم بلاء الطاعون، نزل عليهم هذا البلاء فبدأ يسقطهم واحدا بعد الآخر، فهرب الكثيرون من هذه القرية. قدر بعضهم عددهم بثمانية آلاف، وبعضهم قال تجاوزوا 30,000 هربوا من هذه القرية لينجوا من الطاعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تهربوا منها. هرب الآلاف من البشر ونزلوا بواد كبير، فناداهم ملك الموت وقال لهم جميعا موتوا، فماتوا عن بكرة أبيهم، لم يبق الله عز وجل منهم رجلا ولا امرأة، لا صغيرا ولا كبيرا، كلهم ماتوا وظلوا سنوات طويلة على هذه الحال، لا يقرب من هذا الوادي أحد من الناس. ألوف البشر لم يبق منهم إلا العظام التي بليت، ألوف البشر لا تردهم إلا السباع إلا البهائم، أما البشر فإنهم خافوا أن يقتربوا من هذا الوادي. فبعث الله عز وجل في ذلك الزمان نبيا اسمه حزقيل. هذا النبي جاء إلى هذا الوادي فنظر إلى الأموات، نظر إلى العظام، فقال الله عز وجل لهذا النبي، قال أتحب أن تراهم أحياء؟ أتحب أن تراهم يرجع مرة أخرى؟ قال نعم يا رب أحب هذا. قال فنادي فيهم يا حزقيل. فنادى في العظام التي بليت، قال أيتها العظام، أيتها العظام البالية، لتكسو كل عظام ما عليها، فإذا بالعظام تتجمع، وإذا باللحوم تكسوها، وإذا بالمفاصل، وإذا بالأعصاب، وإذا بالجلد، كل جسم قد اكتمل. ثم ناداهم مرة أخرى نبي الله حزقيل، قال أيتها الأجساد قومي، فإذا بها تقوم قومة رجل واحد، كل منهم يكبر الله، يسبح الله، يحمد الله عز وجل، ظنوا أن الساعة قد قامت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا. كانوا يفرون من الموت وإذا الموت يلقاهم. سبحان ربي، الله عز وجل يقول هذا الموت إذا فررت منه فإنه يلقاك. فر الألوف من هذه القرية هربا من مرض وما يدرون أنهم على موعد مع الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل وعلا يبين أن له فضل على الناس، انظروا كيف أحياهم من موتهم، وإذا بهم يعودون مرة أخرى إلى قريتهم معجزة لهذا النبي، وآية من آيات الله عز وجل لهذا النبي ولبني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كثر. في الحلقة القادمة سوف نتكلم بإذن الله عز وجل عن رجل اسمه الخضر. الخضر هل هو نبي؟ هل هو رجل صالح؟ الراجح أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. ما قصة هذا الرجل؟ وماذا أعطاه الله عز وجل من آيات بينات وكرامات ومعجزات؟ هذا الرجل عمل أعمالا في ظاهرها يستغرب الإنسان منها. ما قصة الخضر مع موسى عليه السلام؟ سوف نرجع إلى حياته قليلا ونتكلم عن قصة هذا النبي الخضر والغرائب التي حصلت له مع نبي الله موسى عليه السلام. وإن كنا نقرأها في القرآن إلا أن فيها العبر وفيها الحكم. كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. وكان موسى عليه السلام لا أحد أعلم منه في بني إسرائيل، عاتبه الرب على هذه الإجابة، يا رب أريد أن أرى هذا الرجل، من هذا العبد الذي عنده علم
أنا لا أعلمه. اذهب عند ملتقى البحرين، موسى عليه السلام يريد أن يتعلم من هذا الرجل. دخل في البحر، رآه يأخذ فأسا ويخرق السفينة. موسى عليه السلام يراقب الخضر، الأمر شديد والمنكر عظيم. هنا لم يتمالك موسى نفسه. تعجب موسى من هذا الرجل، كل ما فعلته من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار ليس من أمري. ففارقني يا خضر، قد انتهت الرحلة بيني وبينك. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.